وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملك عن اليمين يكتب حسناتك وآخر عن الشمال يكتب سيئاتك، يرقبانك في كل أمورك. أنت تحت السيطرة، أنت تحت المراقبة، أنت لتغيب عنا طرفة عين. كل حاجة بنظام دقيق جدا، فوق ما تتخيل، فوق ما تتصور. أنت بقى استشعرت دولة؟ استشعرت مراقبتهم لك؟ تعاملك معهم إيه أخي؟ تخيل كده لو واحد أنت بتشتغل يقول لك مثلا عملت حاجة بمية جنيه، فقاعد تشتغل وكتب لك مية جنيه مية جنيه مية جنيه مية جنيه، مبسوط لك، خد يا عم شغلت النهارده بمليون جنيه. تخيل لو واحد تاني قاعد يكتب لك سيئات، قاعد يعدلك، وكل سيئة بجنيه، سيئة خصم منك جنيه، سيئة تخصم منك جنيه، سيئة تخصم منك جنيه، يقول لك يا أخي بلاش قرف، ده أنت النهارده عملت 10,000 مرة غلطة. أنت مستشعر قربهم؟ أنت مستشعر مراقبتهم؟ جاء رجل لإبراهيم ابن آدم بيكلمه يعني إن هو صاحب معاصي ومسرف على نفسه وعايز يتوب، فقال له والله إحنا هنرخص لك في المعصية بس بخمس شروط. فبقول له يعني كده إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، ده شيء طبيعي جدا. طب بالله عليك فين الأكل اللي من غير رزق الله؟ أصيد بتعبي، أصيد بكدي، أصيد بشقايا، أصيد مجهودي، إنما أوتيته على علم عندي. مين اللي أعطاك العلم؟ فاللي أنت فيه ده من الله، كل النعم اللي أنت فيها دي منه رزق. فقال تأكل من رزقه وتعصيه ألا تستحي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرض الله، إذا أردت أن تعصيه فاخرج من أرضه. قال فأين أذهب والكون كله أرضه والسماء سماؤه؟ قال أما تستحي أن تكون على أرضه وتعصيه؟ قال أت الثالثة. قال الثالثة إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله وهو معكم، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الرابعة، قال إذا جاءك ملك الموت فقل أخرني حتى أتوب. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما الخامسة فقال إذا أتتك الملائكة الزبانية وأمر بك إلى النار فلا تذهب معهم. قال كيف والله تبارك وتعالى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ربنا لا تواجه